بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. احنا في عنا طير لزبون عنا جابلنا اياه، بسم الله ما شاء الله. هاي زي ما انتم شايفين طير كاسكو عمره كبير، راح نفرجيكم هلا كيف بدنا ننظف منقاره ونظبط له اياه طبعا، ونعمل له كمان تظبيط لاظافره باذن الله تعالى. هلا راح طبعا اخواني زي ما انتم شايفين، ان شاء الله هسه بس نخلصه راح نفرجيكم كيف الطير من قبل ومن بعد. وبنتمنى من جميع الاخوان ما حدا يقلدنا الا الاشخاص اللي عندهم خبره. طبعا هون شايفين، هاي هون في زي طبقات، هذا الحكي احنا كله بنعالجه بالماكنه الخاصه. طريقة انك انت ما تأذي الطير، طبعا احنا لا بنخدر ولا بنعمل اشي للطير زي ما انتم شايفين. هون زي ما انتم شايفين بنقصر المنقار شوي، بنعمل الطريقة انه ما كان مقصور. يعني تبارك الرحمن زي اللي برسم قاعد. شايفين المنقار؟ طبعا لسه ما خلص، راح افرجيكم نهاية النتائج ان شاء الله. يا اخواني خلصنا من المنقار، بس لسه في بعض شغلات راح نعملها فيما بعد، راح نفرجيكم نهاية الفيديو. هسه بنقول نعمل اظافر الطير. هيك بلشنا احنا نعمل باظافره. يلا روح. شايفين يا اخوان ما شاء الله، بعد ما خلصنا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، بعد ما خلصنا بسم الله ما شاء الله طلعوا على اظافره على منقاره. يعني رجع بسم الله ما شاء الله وكاله. يعطيكم العافيه.